كأن الاتحاد معاقب، وهو فعلا اليوم معاقب، لكن معاقب اليوم من جماهير الاهلي، لم يكن معاقبا من لجنة الانضباط، لم يكن معاقب، اليوم معاقب الاتحاد ولكن من جماهير حقيقة. شوف المنظر، شوف المشهد، تشعر باتجاه عمارة الحين، نقل الكرة إلى كارلوس فيانويفا، يعود بالكرة مقطوعة، تصبح القادسية تهديد أول في اللقطة الماضية، والكرة إلى خارج الملعب، كانت عن طريق ستانلي. وهاويتشي يكون أفضل، بداية أفضل، خاصة أن الفريق تأثر في المباريات، كان جمهور الاتحاد يعتقد بأنه يستطيع أن يتجاوزها كمباراة الباطن وكمباراة الفيصلي وكمباراة أيضا القادسية. اليوم في هذا الأمر القادسية تكتيك واضح، نشوف الاتحاد الآن، نشوف محمود الآن، نشوف كهربا الآن، عكاشي يحاول الآن، لكن الكرة إلى خارج الملعب، هل تتحول إلى ضربة ركنية؟ هادي وهو حاضر، قضايا رخصة آسيوية تروح وهو حاضر، إنجازات وألقاب وبطولات تضيع وهو حاضر. كل السنوات الماضية كان جمهور الاتحاد يحاول يتجاوز كل شيء. لقاء يا ايرتون، ايرتون بيلعب لكرة، وصلت من جديد إلى ستانلي، من جديد تسويبة قوية من نايف الزازي، هذه اللقطة وهذه الكرة، فين ويف الكرة معاه؟ قدم يسرى، الكرة باتجاه فهد الأنصاري من بعيد، تسويبة لكن الكرة بتعدي، مرت الكرة يا فهد، الكرة إلى عظيم كان فيه 3-0 3-1 هنا محمود، الله على اللمة، تسويبة قوية، مسرح يبعدها، كرة الكرة في الجهة اليسرى لمصلحة فريق القادسية، نقل الكرة إلى عبد الرحمن العبيد، عرضية رأسية، هدف أول قد يأتي، فرصة تضيع في اللقطة الماضية، أخطر الكرات، للمرة نجار على تنفيذ الكرة الثابتة، بيلعب لك كرة عرضية عالية رأسية بيتغير اتجاهها، فرصة تضيع في اللقطة الماضية، بيخلصها مسرحي، شوف اللقطة لا تعتبر بعيدة أيضا حتى ولم تكن قريبة، فيانويفا بيلعب لك كرة في مكان، يا رب البداية لشوط المباراة الثاني لهذا اللقاء الذي تركنا شوطه الأول ينتهي بالتعادل السلبي بين الاتحاد والقادسية. الكرة بتصل الآن في الجهة اليمنى لمصلحة فريق الاتحاد، خالد السميري من بعيد قوية، الحارس يتصدى، كرة بتضيع من خالد السميري، جهة اليسرى عمار نجار بيلعب الكرة عرضية رأسية تأتي، عدت الكرة، فرصة بتضيع، المحاولة إلى ضربة مرمى، دقائق الآن في شوط المباراة. بيرسل الكرة بينية في انفراد في محاولة، ستانلي بيرسل الكرة قد يندم على هذه اللقطة، فرصة خطيرة جدا في اللقطة الماضية فاز بالتأكيد وفي هذه الفترة، الكرة بتصل الآن باتجاه فيانويفا، فيانويفا من بعيد تصويبة، الكرة تصطدم من جديد عكاشي كهربا، يا رب مستحيل، لينة مسرح كبيرة، بدا ضايع الفريقين يحتاجون معقولة 3 دقائق، الكرة بتصل في مكان متابعة، الكرة في المرمى لكن صافرة المساعد تلغي الهدف في اللقطة الماضية، هدف لا يحتسب في الوقت بدل الضايع المقدر ب3 دقائق، شوف اللقطة، شوف التوقيت، هذا هو المساعد.